الحديث عن الألقاب بقى والكؤوس، بوتافوجو النهارده خسر، يعني خسر فرصة أسطورية، إن بوتافوجو كان هيبقى أول فريق في تاريخ كرة القدم يكسب 5 بطولات رسمية في 18 يوم. 18 يوم 5 بطولات رسمية، لأنه صحيح. كسب يوم 30 نوفمبر كوبا ليبرتادوريس، كسب يوم 8 ديسمبر الدوري البرازيلي، النهارده كان هيكسب لقب ثالث، لو كان كمل كان هيتحدى الاهلي على لقب رابع، ويتحدى ريال مدريد على لقب خامس، لو كان طبعا مش السيناريو ده كان هيبقى السيناريو خلينا نروح معاك في الجانب يعني. الفني شويه مع فريق باتشوكا، فريق بتحاول بيعتمد على التحولات، واضح جدا الضغط بتاع روندون ده بشكل جيد في الكرات العاليه في الالتحامات، مع فريق بقى بطريقه كولر، احكي لي ممكن يحصل ايه فنيا؟ انا شايف ان هم عندهم نقاط ضعف واضحه جدا جدا دفاعيا، نقاط ضعف واضحه جدا، باختراق من العمق بسهوله جدا جدا، اتفرج على ماتشاتهم على الاهداف اللي جات فيهم، اي تمريرات في العمق بتعمل لهم مشكله، عشان كده انا شايف انه لاعبين زي قفشه، لاعبين بالستايل ده، مهم تواجدهم في مباراه زي دي، لان هيعملوا مشاكل واضحه لدفاع باتشوكا. لكن لازم تاخد بالك كويس قوي من الوينجين، اسامه الادريسي لعيب امكانياته مش عاديه، ولعيب مجهوده كبير النهارده على فكره، بجانب الارقام العظيمه وجاله شد في الاخر، لكن عايزين ياخد 5 ايام بس يعني ربنا يحفظه بعد ربنا يحفظه طبعا يعني لعيب ممتع جدا، الناس كلها طبعا مركزه مع الجول العالمي اللي جابه، لكن دوره في الجول الثاني التمريره بوش الرجل بتاعت كريستيانو رونالدو، بتاعت كواريشما، الحاجات دي بتاعت اللعيبه الكبار قوي قوي. فالنهارده بتتكلم مع لعيب الاي كيو بتاعه عالي، لعيب مش بس امكانياته كويسه، كمان حتى ارقامه الدفاعيه، بنتكلم انه جناح هجومي بيفوز ب7 التحامات من 8، بيقطع الكره مرتين، بيعمل تاكلينج ناجح، لعيب حتى دوره كمجهود وكمساندة دفاعية دوره مهم جدا جدا، ورقم 7 من 8 في الالتحامات ده هوضح لك برضو قد ايه بوتافوجو كانوا واقعين بدنيا حتى في الجول الثالث. يمكن الصور اللي شفناها من شوية، الجول الثالث اللعيبة بتفكر وبتباصي وبتروح وبيروحوا لبعض، وحوالي ثواني 5 6 7 ثواني وثلاث لاعبين بتوع بوتافوجو في الكادر ما حدش جالهم، يعني واضح ان اللعيبه فعلا ما كانتش قادره. وانا بستغرب جدا من النقطه الحقيقه، يعني مش عايز اخوض في الحاجات دي كتير، بس مندهش جدا انه شوفوا فرقه بوتافوجو لعبت يومين وسافرت ولعبت، طب لو هو تعب ولو هو اتدمر بدنيا هل مطلوب انك تتدمر بدنيا؟ يعني هل مطلوب ان انت عشان فرقه ما خدتش حظها وفرقه عانت بدنيا ان انت تتعب فرقتك برضو عشان تروح؟ ايه الفيرنس في كده؟ ايه العداله في كده؟ يعني انت المفروض تبقى يعني فريقك توفر له الظروف المناسبه، والمنافس ما فيش مشكله، هو حر بقى، ده بالعكس يعني يبقى مبسوط ان المنافس ما عندوش احسن الظروف، ده موجود في الكوره طالما بطريق مشروع يعني. روندون طبعا مهاجم مزعج جدا جدا جدا، وهو لعيب ذكي قدام المرمى زي ما شفنا، كوره 90% من الناس كانوا تخيلوا انه حطها الجول، حطها للي جاي من ورا. فهم فريق، انا في رايي انك لازم انت اللي تبادر قدامهم، لكن بدون اندفاع، انت تبادر بالهجوم، تبادر مش بالهجوم لكن خط الوسط، ان انت كرة تبقى معاك بقدر الامكان، لكن بدون اندفاع وبدون مساحات، لان هم تقدر تجيب فيهم جول. فرقة باتشوكا فرقة محترمة جدا جدا، عندها امكانيات فردية كويسة جدا، لكنه فريق مش مرعب. انا مبسوط ان بوتافوجو ما تاهلش، و 99 جدا 99% من جماهير الاهلي وجماهير المصريه عموما اللي حابه ان الاهلي يعمل شيء كفريق مصري مبسوطين جدا ان بوتافوجو ما كملش، لان بوتافوجو لو خدت 3 4 ايام راحه كان هيبقى بوتافوجو بتاع كوبا ليبرتادوريس وبتاع الدوري البرازيلي، كان هيبقى فرقه تانية خالص، لكن باتشوكا اقل لكنه فريق محترم طبعا.